يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. مباراتين اليوم في الدوري المصري الممتاز. الاهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا دون اهداف، وبيراميدز يخسر امام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد. تعثران لفريقان ينافسان على لقب الدوري الممتاز، سواء النادي الاهلي او بيراميدز. نيجي عند النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده وطلائع الجيش، طلائع الجيش معاه مدير فني اسلوبه واضح وطريقه لعبه واضحه، من اكتر المدربين المصريين اللي عنده اسلوب لعب واضح، يعجبك ما يعجبكش بس اسلوب لعب واضح. الكابتن طارق العشري دايما اسلوب دفاعي، في حرص كبير جدا، في لعب مباشر على الهجمات المرتده. والنهارده بالمناسبه في الشوط الاول لو رجعتوا احداث المباراه هتلاقوا انه كان بيضغط على النادي الاهلي ضغط عالي. من وقت ما مدافعي النادي الاهلي يتحركوا بالكوره كان بيبقى في ضغط عالي، عمل ده في الشوط الاول، في جزء كبير من الشوط الاول، عشان كده خنق النادي الاهلي، خنق خروج النادي الاهلي بالكره، واعتمد النادي الاهلي على الكرات الطوليه. في الشوط الثاني رجع مبقاش فيه ضغط عالي، رجع قدام مرمى محمد بسام، وقدر يدافع بالشكل المثالي قدام النادي الاهلي. ده طلائع الجيش، نهنيه انه فاز بنقطه اليوم امام النادي الاهلي. اما النادي الاهلي فالاداء ما كانش جيد، الاداء كان في ملل كبير جدا. 45 دقيقة أولى في الشوط الأول مليانة تمريرات خاطئة، استمر هذا الأمر بشكل أقل في الشوط الثاني. حاول النادي الأهلي في الشوط الثاني وضيع العديد من الكرات، مش هقول الفرص، الكرات السهلة والقرارات الخاطئة من معظم لاعبيه، إن لم يكن من كل لاعبيه. النهاردة الأهلي كان أداؤه مش جيد، مش النهاردة بس، المباريات اللي فاتت في الدوري او في البطوله الافريقيه الاهلي اداؤه مش جيد. وده مش معناه ان الاهلي في مشكله، عشان برضو الناس بتمسك الجمله دي يقول لك الحق ده بيقول لك الاهلي اكنه في كارثه. لا، الاهلي مش في كارثه خالص ولا في مشكله اصلا، بس الخساره النهارده، خساره النقطتين دول النهارده في اخر الدوري ممكن يفرقوا مع النادي الاهلي. الدوري او البطولات تضيع بنقاط ممكن تبقى في المتناول زي النهارده، فالنادي الاهلي بيضيع نقاط. والغريب ان النادي الاهلي عاده في المباريات اللي زي دي لما بيحس انه هيخسر المباراه او هيخسر نقاط المباراه او هيتعادل ومش هيكسب هذه المباراه، تلاقي الدقائق الاخيره في هجوم ضاغط جدا، في فرص كتيره ضايعه من النادي الاهلي، في اداء حماسي كبير جدا. ده ما حصلش النهارده. عشان ايه؟ احساس اللاعبين واحساس الجهاز الفني انه لسه بدري على الدوري، لسه بدري على الدوري، وده مش مظبوط. البطولات بتخسرها بالشكل ده، دي نقطة، والنقطة ليها ارتباط مباشر جدا بالمباريات السابقة للنادي الأهلي. لما كنا بنقول النادي الأهلي عنده مشكلة، الناس تقول لك فريق وصل لسيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا، فريق ينافس على صدارة الدوري الممتاز، ويبقى عنده مشكلة؟ في مشكلة في الأداء، في مشكلة في الأداء واضحة، في التمريرات، في التسليم، في التسلم، في إضاعة الفرص السهلة، في أخطاء دفاعية، كلها أمور لابد من معالجتها. مش معنى إنك بتكسب إن الأمور مستقرة والأداء رائع. ليه؟ عشان ممكن تخسر فجأة كل حاجة، ممكن لا قدر الله الاهلي يخسر في البطوله الافريقيه، ممكن يتعثر في الدوري الممتاز، ساعتها هتبدا تفوق وتاخد بالك انه في مشكله، في مشكله في اداء الاهلي الفني. الجميع شايفها. وبيتسو موسيماني طبعا يتحمل جزء. بيتسو موسيماني طبعا يتحمل جزء، وجزء كبير عند اللاعبين. وانا ضد فكره موضوع الارهاق وضغط المباريات على النادي الاهلي، النادي الاهلي تحديدا عنده قوام كبير جدا من اللاعبين. وموسيماني نفسه بيعرف يعمل التدوير بشكل كويس، يعني بيدور لاعبين كتير، النهارده شفنا حسام حسن، ومره بنشوف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بادئين، ومره نشوف بيرستاو وميكيسوني هم اللي بادئين، وبيرستاو هنتكلم عنه كتير، مره تشوف محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، مره تشوف ياسر ابراهيم وايمن اشرف، مره تشوف حمدي فتحي، مره تشوف عمرو السوليه، النهارده عمرو السوليه كمان اتصاب، وان شاء الله تبقى الاصابه خفيفه عشان اكيد الاهلي محتاجه في البطوله الافريقيه. بتشوف تغييرات كتيره في الملعب، فالنادي الاهلي عنده قوام كبير يقدر يغير فيه ويتخطى موضوع الإرهاق وضغط المباريات.
والأهلي من المفترض أنه معتاد على ده من مواسم كتير سابقة، دايما الأهلي عنده ضغط مباريات لأنه ينافس دايما على كل البطولات. فأنا أعتقد أنه يتحمل هذا الأمر موسيماني وكثير من اللاعبين اللي ما بيمسكوش في الفرص المتاحة ليهم في تشكيلة النادي الأهلي. نيجي بقى على بيرسيتاو. بيرسيتاو من اللاعبين اللي عليهم علامات استفهام كتيرة في المستوى خلال الفترة الماضية، أداء غريب، تمسك غريب كمان من موسيماني بيه في التشكيلة الأساسية، من اللعيبة اللي ممكن تقول عليها مخيبة للأمال. أنت متوقع أن بيرسيتاو يقدم مباراة كويسة، متوقع أن بيرسيتاو يعمل أداء جيد، وما بتشوفش ده في أي من الأمور. طيب معانا عبر الهاتف النجم، واحد من أهم لاعبي طلاع الجيش، واحد من اللاعبين المهمين جدا في منتخبنا الوطني، كابتن مهند لاشين. يا كابتن مهند صباح الخير، مشرفني ومنورني وبهنيك على أدائك الشخصي اليوم وأداء الفريق بشكل عام. حبيبي يا كابتن، صباح الفل ومحبوبي كابتن كريم، سعيد ان انا مع حضرتك ومع ضيوفك، طبعا شرف ليا طبعا نتكلم مع حضرتك. اداء ممتاز النهارده واداء رائع جدا، وقلقتنا شويه مع وقعتك في الملعب النهارده وانت ماسك روب، كانت الاصابه شكلها غريب يعني. طمنا عليك الاول. هو الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنحضر لما تيجي تلعب بفضل الفرقه كلها بتبقى واحد، لكن طبعا مباريات الاهلي والزمالك بتبقى شويه في تحضير وترتيب اكتر كتيم يعني، لكن الحمد لله رب العالمين كنا مرتبين ومتمرنين واقفين على رجلينا ودرسنا النادي الاهلي على قد ما نقدر كويس. الحمد لله رب العالمين. الخطه دي هي كان عندي بس مشكله كده قبل المباراه في الضمه وركبتي شويه كانت وجعاني، عشان مريح بقالي شويه لسه راجع التمرين، بقالي تمرينتين او ثلاثه، فكان شويه الدنيا صعبه في الرجوع، لكن الحمد لله ربنا كريم يعني كنا واقفين على رجلينا الحمد لله. الاداء النهارده كان واضح ان الكابتن طارق العشري بيلعب باسلوبين، يعني انا شفت ضغط عالي في الشوط الاول وشفت تراجع قدام منطقه الجزاء في الشوط الثاني، وانتوا عملتوا الطريقتين بطريقه جيده جدا بصراحه. هو طبعا انت قدام النادي الاهلي لازم تعمل اكتر من سيناريو، لان انت الانديه الكبيره بتبقى عندها دايما حلول وعندهم لعيبه يقدروا يصنعوا الفارق ويقدروا يضغطوك شويه في نص ملعبك. فاحنا الشوط الاول كنا طبعا يعني الواحد بيبقى واقف على رجله اكتر طبعا، وبدنيا بيبقى جاهز اكتر من الشوط الثاني، قدرنا نعمل الضغط العالي الحمد لله، كنا موفقين وكنا بنحاول دايما نسيطر على الكوره لما تبقى معانا، ولما بنفقد الكوره بنبقى دايما متمركزين صح. الشوط الثاني طبيعي قصاد النادي الاهلي، لان هو طبعا بيدور على ثلاثة بونت وبيحاول يضغطك اكتر، فكان لازم ان انت تقفل قبل ما بتكون خطوط، ان ده اهم من انك تضغط من فممكن تضر. فاحنا الحمد لله ما بين الخطوط والبساطه البينيه اللي ممكن لعيبه النادي الاهلي تعملها، ان هم مميزين في ده واتفرجنا عليهم، فطبيعي لما بتشوف بقى دايما في الشوط الثاني النادي الاهلي بيعتمد على الحاجات اللي في المساحات اللي ما بين الخطوط، فالحمد لله درسنا ده، وكان لازم في الشوط الثاني نعمل ده شويه او نقفل الخطوره بتاعتهم في البينيات، والحمد لله قدرنا ننفذ ده يعني. اسمك دايما يتردد كورقه مميزة في سوق الانتقالات، دايما الكلام على الاهلي، دايما الكلام على الزمالك، دايما حسم مفاوضات مع الزمالك، دايما حسم مفاوضات مع الاهلي، هل حسمت هذه الامور ولا الامور ما زالت معلقة بالنسبة لبقائك في طلائع الجيش؟ والله هو دايما زي ما حضرتك بتقول، هو موضوع الانتقال طبعا في الاول وفي الاخر بيبقى مرتبط بناديك، لكن ان شاء الله بالنسبة لكبير ربنا كريم الموضوع عندي طبعا مجلس الادارة، لكن ان شاء الله في يعني الفترة الجاية في خير ان شاء الله في حاجة كويسة. فين لسه برضو طبعا زي ما قلت لك الموضوع بيبقى مع النادي والتفاوض من خلال النادي، لكن ان شاء الله يعني بنسبه كبيره ربنا المستعان هيبقى في حاجه كويسه جدا يعني ان شاء الله. حاجه كويسه، حاجه كويسه في مصر ولا بره مصر؟ لا لا في مصر ان شاء الله. نادي الزمالك؟ ايه؟ نادي الزمالك حسن. نادي لا الزمالك. ما هو الموضوع في الاول كان عند النادي، فانا مش ما طبعا بس خلاص بس الحمد لله رب العالمين فيها عروض كويسه. في يناير كان فيها عروض جديه ان انا اتحرك من الفرقه، لكن طبعا تموضع الفرقه ما يسمحش ان امشي. فاتاجل الكلام واتاجل كل حاجه لنهايه الموسم، وانا مش من اللعيبه اللي ممكن تمضي وبعدين تخلص مع ناديك، لكن لا انا بتخلص مع نادي تاني موجود مع النادي اللي بيخلص. فالموضوع بالنسبه لي ان شاء الله ربنا يقدم الخير، اخر موسم هيكون في الخير باذن الله وحاجه كويسه يعني باذن الله. لكن مؤكد انه ده اخر موسم ليك مع طلائع الجيش. لا باذن الله يعني طبعا الموضوع عندهم برضه، لكن طبعًا ان شاء الله ربنا المستعان. انت يعني واضح 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 من كلامك ان انت واصل اتفاق مع نادي طلائع الجيش، اتفاق محترم كمان يعني.
ما هو الموضوع ما بيبقاش اتفاق، لان على حسب احتياج الفرقه ليك، ما تعرفش الظروف قدام ممكن تمشي ازاي. لكن في الاول في الاخر يعني انت بتقدم احسن حاجه عندك عشان دايما تبقى في مكان افضل. طبعا نادي الجيش نادي كبير، والحمد لله حققت معاهم حاجات كويسه جدا، بطوله او اول بطوله في تاريخ النادي وتاريخي. فان شاء الله نبص للي جاي يعني باذن الله، وهم يعني يساعدوني ان شاء الله بحاجه احسن باذن الله. مستني الفرصه، فرصه جديده مع منتخب مصر مع الكابتن ايهاب جلال. طبعا متفائل، مستنيها طبعا ان شاء الله، ونقدم حاجه افضل باذن الله، نفرح الناس بقى في اللي جاي كله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الكابتن مهند لاشين نجم طلائع الجيش، انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب، هو لما سالته على الزمالك اقرب فهو ضحك جدا، وانا عايز اقول لكم انه مهند لاشين قريب جدا جدا من نادي الزمالك، دي معلومه، وهو كمان لمح ليها ولكن لم يؤكدها احتراما لنادي طلائع الجيش. لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. اليوم ايضا بيراميدز خسر قدام سيراميكا كليوباترا، هدف لمحمد ابراهيم في الدقيقه 28، وبيراميدز ايضا في اول مباراه لتكيس جونياس في ولايته الثانيه خلفا للكابتن ايهاب جلال يخسر، وبيراميدز يعني نتائجه السلبيه في الفتره الاخيره سلبيه جدا، سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري، والامور تتعثر بعد بدايه رائعه جدا للموسم. انا شخصيا كنت متفائل جدا لبيراميدز هذا الموسم، ويبدو ان النتائج بدات تتراجع مره اخرى. مهم جدا انه تكيس يقدر يلم الفرقه مره اخرى، الامور تفضل جيده، هو شايف انه المنافسه هتفضل قائمه، الاهلي بيفقد نقاط والزمالك بيفقد نقاط، وبالتالي بيراميدز كمان بيفقد نقاط، فالمنافسه متاحه. المهم ان هم ما يقاسوش، احنا يهمنا منافسه كبيره على الدوري الممتاز، اكتر من فريق، مش بس الاهلي والزمالك زي كل موسم. النهارده اداء سيراميكا كمان كان مميز، وسيراميكا كليوباترا كانت نتائجه في الفتره الاخيره برضو كانت سلبيه، فوز النهارده كان مهم جدا لفريق سيراميكا كليوباترا عشان النتائج ما تفضلش تهتز بشكل كبير جدا. في دوري ابطال اوروبا اليوم دور النصف النهائي، ليفربول فاز على ملعبه 2-0 على فريق فيا ريال، حارس فيا ريال استوبيتان سجل هدف في مرماه بعد كوره من هندرسون في الدقيقه 53، وفي الدقيقه 55 باسيست رائع جدا من محمد صلاح سجل ساديو ماني الهدف الثاني ليفربول، عشان ليفربول يضع قدما في نهائي دوري ابطال اوروبا. عايز اقول لكم رقم مهم جدا، منذ انضمام محمد صلاح الى ليفربول، محمد صلاح صنع 7 اهداف لساديو ماني، وده اكبر رقم ما بين كل الفرق اللي شاركت في دوري ابطال اوروبا خلال هذه الفتره منذ انضمام محمد صلاح الى ليفربول، باستثناء نيمار لمبابي. نيمار لمبابي كان صنع 7 اهداف، نيمار صنع لمبابي 7 اهداف خلال 5 سنوات، محمد صلاح صنع زيهم لساديو ماني، وده اعلى رقم اسيستات للاعب واحد في دوري ابطال اوروبا. يعني ساديو ماني يعني اداله محمد صلاح 7 هدايا خلال هذه الفتره، سبحان الله سبحان الله. الناس دايما تتحدث عن علاقه محمد صلاح وساديو ماني، ودايما محمد صلاح في الموعد. ساديو ماني كان عمل واحده حلوه قوي لمحمد صلاح لو تفتكروا في الدوري الاسبوع اللي فات في مباراه مانشستر يونايتد، العلاقه رائعه جدا، محمد صلاح رائع جدا. محمد صلاح عمل اول اسيست ليه في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، 14 اسيست في الموسم، 14 اسيست منهم 13 في البريمير ليج، اعلى لاعب عامل اسيستات في البريمير ليج، وطبعا هداف البريمير ليج ب 22 هدف. موسم رائع جدا لمحمد صلاح، موسم كبير كعادته في الملاعب الأوروبية والملاعب الإنجليزية. ليفربول يضع قدما في المباراة النهائية مع ريال مدريد أو مانشستر سيتي في المباراة النهائية. مباراة الخميس إن شاء الله في الدوري المصري الممتاز الجولة 18، الزمالك هيواجه المصري البورسعيدي الساعة 9:30، مباراة كبيرة ورائعة جدا. مباراة الزمالك والمصري هتبقى مباراة كبيرة جدا، المصري خارج مؤخرا من كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان، والزمالك طبعا كان ودع من فترة دوري أبطال أفريقيا، الفرقتين هيبدأوا يركزوا جدا في الدوري الممتاز. المصري مع معين الشعباني عامل أداء مميز جدا، وأداء فيه نضوج كبير جدا لفريق كبير جدا هو المصري، والزمالك مع جوزفالدو فيريرا بدأ يستقر تماما، بدأ الأداء يتحسن جدا، بدأت النتائج تتحسن جدا، فعشان كده احنا قدام مباراة غالبا هتكون مباراة ممتعة جدا هجومية من الفريقين، مش هتلاقوا فريق مستسلم للدفاع، تحديدا المصري هتلاقيه كمان بيبادل الزمالك الهجوم بشكل كبير جدا. في الدوري الأوروبي الدور نصف النهائي غدا أيضا، لايبزيج هيواجه جلاسكو رينجرز الساعة 9 مساء، وفي نفس التوقيت ويست هام يونايتد هيواجه انتراخت فرانكفورت الألماني، مباراتين في منتهى القوة. في دوري المؤتمر الأوروبي نصف النهائي أيضا،
ليستر سيتي هيواجه اس روما الساعة 9 في نفس التوقيت، فاينورد هيواجه مارسيليا، مباراة أيضا كبيرة أو مباراتين في منتهى القوة. في الدوري الإنجليزي الجولة 37 مانشستر يونايتد هيواجه تشيلسي الساعة 9 على ربع، ودي مواجهة رائعة جدا ومواجهة كبيرة جدا. قبل ما أختم مع حضراتكم عايز أقول لكم تصريحات بيتسو موسيماني بالمؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأهلي وفريق كبير هو فريق طلائع الجيش، قال إن احنا ضيعنا الكثير من الفرص ولو لعبنا ساعة كمان ما كناش هنسجل، ده حقيقي، محتاجين نشتغل أكتر على التسديدات الفترة اللي جاية. بيرسيتاو اتكلم على بيرسيتاو وقال إن بيرسيتاو لاعب كويس لكن يهدر فرص كثيرة. ما أقدرش أحكم على حسام حسن من مباراة واحدة، دي تصريحات بيتسو موسيماني بعد نهاية المباراة. اتحاد الكرة أعلن استئناف بطولة كأس مصر العام الماضي 2021 وحدد مباريات الزمالك والأهلي في بطولتي الكأس العام الماضي والحالي. كأس مصر الموسم الماضي الزمالك هيواجه أسوان يوم الاثنين 23 مايو الساعة 9 مساء على استاد مقاولون العرب، والنادي الأهلي هيواجه بيراميدز يوم الأحد 26 يونيو الساعة 9:30 مساء على استاد القاهرة. كأس مصر بقى الموسم الحالي ما تلخبطوش يا جماعة، احنا ده العادي يعني، دي الأجواء بتاعتنا الطبيعية. الأهلي هيواجه المصري، ده الموسم الحالي بقى، الأهلي والمصري بالسلوم يوم الأحد 12 يونيو الساعة 9 مساء على استاد الأهلي والسلام، والمصري هيواجه المنصورة يوم الأحد 12 يونيو الساعة 6:30 على استاد الجيش برج العرب، والزمالك هيواجه الداخلية يوم الاثنين 13 يونيو الساعة 8 مساء على استاد القاهرة. لخبطة لخبطة، بنشوف العجب، موسم ماضي على موسم حالي، تلاقي نفسك بتلعب مباراة في الموسم الماضي بعد كده تلعب مباراة في الموسم الحالي على مباراة في الموسم الماضي، فتبدأ يعني تفهم، تقعد تسأل الناس هي الماتش ده في أي واحدة فيهم، تقعد تلخبط يعني. ربنا يعافينا من اللخبطه ديت والامور تبقى تستقر احسن في الفتره اللي جايه. يعني رابطه الانديه عامله شغل محترم جدا وعامله مجهود كبير جدا، ان شاء الله الامور تبقى احسن. انا بكلمكم طبعا على مباريات الدوري عشان مباراه كاس مصر ما زالت مع الاتحاد المصري لكره القدم. دي نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، واشوفكم يا رب على الف خير.